بدأت المؤسسة العامة للرعاية السكنية استقبال طلبات التخصيص على قسائم بمنطقة خيطان الجنوبي، وأعلنت المؤسسة استمرار استقبال طلبات التخصيص حتى نهاية شهر سبتمبر من هذا العام. اليوم فتح باب التخصيص على مشروع قسائم خيطان الجنوبي قطعة 3 وقطعة 4 وعددها 1448 قسيمة. هذه القسائم تخص المواطنين أصحاب الطلبات من شهر 6/1998 وما قبل. راح يستمر فتح باب التخصيص إلى نهاية سبتمبر الحالي بإذن الله. الإخوان المواطنين الراقبين للتقديم على هذه القسائم والتي يشملهم تاريخ 6/98 الحضور شخصيا الى مبنى رئيسي للمؤسسه العامه للرعايه السكنيه او احد الافرع الثلاث، سواء كان في منطقه جليب الشيوخ او جابر العلي او في محافظه الجهراء، مصطحبين معهم الاوراق الخاصه بالتخصيص.